Hello everyone, النهارده هنكمل unit 10 اخر 2 lessons معانا which is lesson 4 and 5. Let's start. هنا بيتكلم عن why work with others. هو احنا ليه لازم نشتغل او نشتغل مع ناس؟ يعني ليه مش لازم اشتغل لوحدي؟ لا، هو انت ممكن تشتغل لوحدك وممكن تشتغل مع ناس. فانت النهارده هتعرف اهمية ازاي تشتغل in a group، تمام، وايه هي ال rules اللي انت you have to follow علشان تقدر تشتغل with معاك ناس ميبقاش فيه مشاكل وخناقات وحاجات وحشة مش عايزينها خالص. فبيقول لك هنا when you work in groups to do a project، لما تشتغل in a group عشان تعمل مشروع أو في تاسك معين محتاج إنك تعمله أو وراك إنك تحله، فهتحلوه سوا مع بعض مش لوحدك. You learn a lot from each other. أولا معلوماتك غير معلوماته، عينك بتشوف بشكل غير عينه، فأنت بتفهم بطريقة غير طريقته، فانتوا الاثنين هتستفيدوا من بعض وهتتعلموا من بعض كتير. You ask and answer questions. You solve problems easily and you talk with others more. هتسأل هو يجاوبك، انت هو يسأل انت تجاوبه مرة، انت حليت سؤال هو حل مرة السؤال، هتلاقي الحياة أسهل بكتير. بدل ما تحل كله لوحدك هتفكر في كل الأسئلة لوحدك، هتقسم الشغل عليك وعلى اللي حواليك أو على اللي معاك. زي اللي بيفتح شركة مش هيشتغلها لوحده، هو هيشتغلها هيكون مسؤول عن حاجات معينة، تحتيه ناس مسؤولة عن حاجات، تحتيه ناس أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، كل واحد عنده حاجة جوب صغيرة مسؤول عنها، أنا مسؤول عن دي، أي حاجة تانية لأ دي من اختصاص الشخص الفلاني هو المسؤول عنه، وهكذا. To work in group projects, things to do to work with others successfully، حاجات بنعملها علشان نشتغل مع الناس بنجاح، وthings to do to complete a project، وحاجات بنعملها علشان نكمل project وخلاص وننجز بسرعة. تعال نشوف ازاي نشتغل in a group ناجح بشكل ناجح من غير مشاكل. بيقولك you have to listen to each other's ideas، لازم نسمع لآراء بعض، ممكن ما تقتنعش بيها بس اسمعها، جايز مع الوقت تلاقي ان هو كان عنده وجهة نظر كان صحيحة في موقف من المواقف، ممكن ما يكونش في الموقف ده بس موقف تاني. Decide what everyone in the group does. يعني ايه؟ يعني احنا لازم زي ما احنا شايفين كده بالعربي لازم نقرر، decide يعني احنا نقرر كل واحد في الجروب هيعمل ايه. لازم نقسم كده، انت عليك كذا وانا عليا كذا وانا عليا كذا، مش كلنا هنمشي في نفس الاتجاه، لا كل واحد يمشي في اتجاه علشان في الاخر نكمل بعض عشان نوصل في الآخر لحل اللوز أو لإتمام أو to complete your homework أو your project أو whatever المشروع اللي أنت شغال عليه. Help each other in your group، لازم تساعد زميلك، زميلك محتاج مساعدة، أنا مش عارف دي أعملها إزاي، طب تعالى لما أقول لك، ما أنت عارف هو مش عارف فأنت كمله، ما هو دي إيه لازمة إن إحنا بنشتغل مع بعض، إحنا بنكمل بعض، كل واحد بيضيف للتاني الحتة اللي مش عند التاني. Ask for help if you have a problem. ما هو أنا سألت عندي مشكلة، التاني المفروض يساعدني. يبقى you have to help each other. You have to ask for help if you need a problem or if you have a problem. You have to listen to each other's ideas. وكمان we have to decide what everyone in the group does. لازم كل واحد يبقى عندي تاسك معينة عشان مش كلنا، احنا كلنا هنعمل سيرش على النت. لا، ما هو أنت هتعمل سيرش على النت على الحتة دي، أنا ممكن أعمل سيرش على الحتة دي، أنا عليا إن أنا هنزل الصور، انا عليا ان انا هنزل مثلا مزيكا باك جراوند ميوزك مثلا، انا عليا ان انا هعمل مثلا برزنتيشن، انا عليا ان انا اروح اجيب الحاجات مثلا من المكتبه، كل واحد عليه تاسك معين، تمام. طيب ايه هي الثينجز تو دو تو كومبليت ا بروجكت، الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها علشان نكمل بقى البروجكت ونقفله. ستارت يور ورك كويكلي، ابدا شغلك بسرعه ما تضيعش وقتك. فايند انفورميشن اون ذا انترنت، المعلومات هتجيبها من على الانترنت. فايند فوتوز اونلاين، وكمان فوتوز. Show your teacher your work، ولازم طبعا توري شغلك للتيتشر بتاعك بعد ما تخلصه. Ask your family to read your work، وبرضه قبل ما توري حاجتك للمدرس برضه اسأل العيلة بتاعتك ايه رأيك، قول لي لو في حاجة أنا ما شفتهاش، في حاجة أنا مش شايفها، في حاجة وقعت مني أنا مش واخد بالي منها، أو أنا وزمايلي مش واخدين بالي منها، على الأقل اسأل ناس تانية، ها اديني your opinion، رأيك ايه في اللي أنا عملته، جايز يفيدك بحاجة أنت ما كنتش واخد بالك منها، تلحق تصلحها أو تلحق تضيفها لو كان محتاج. اوكي،
درس جرامر سهل وبسيط وانت عارفه، هنعمل بس practicing تاني توضيحا ليه. and و but و so والفرق ما بينهم. and بيقول لك هنا to add more than information in the same sentence، بتضيف معلومة أخرى بالإضافة للمعلومة الأولانية. زي ما احنا متفقين احنا ما ينفعش نقول and I like orange and bananas، شكرا. لو بحب حاجة ثالثة أو رابعة أو عشرة بحط commas لحد ما بحط and. بس انت هنا مطالب انك تعرف معنى استخدام كلمة and بتضيف معلومة تانية على المعلومة الأولانية في sentence واحدة. زي لما بقول my sister helped mom and I helped dad، أختي ساعدت ماما وأنا ساعدت بابا. بنكمل التانية، الجملة التانية بتكمل إضافة للجملة الأولانية. but هما جملتين أو معلومتين، الأولى إيجابية والتانية عكس أو negative، يعني الأولى positive والتانية negative sentence. زي ما بقول she can download photos، تقدر إيجابي هي positive sentence، she can download photos but للأسف في إيه بقى، لكن إيه she cannot send emails، يبقى positive و negative and اتنين positive وبيكملوا بعض. اوكي طب و so بيقول لك to combine the reason with its result in the same sentence، معلومتين في جملة واحدة. المعلومة الأولى أو المعلومة الأول المعلومة سوري التانية هي بت confirm أو هي نتيجة للسبب الأولاني أو للحدث الأولاني أو للمعلومة الأولانية. يعني أنا تعبان فطبيعي هروح أنام، أنا جعان فروحت كلت، تمام. يبقى she was very tired so she went to bed، لذلك راحت تنام، ما هي تعبانة لذلك راحت تنام، تمام. ده اللي انت بس محتاج انك تعرفه في اليونت دي. خش بقى على اخر معلومه which is the phonics rules، عايزين ندي لك حاجه كده خاصه بالصوتيات which is حاجه اسمها syllable. syllable يعني ايه syllable؟ syllable يعني مقطع صوتي. ايه هي المقاطع الصوتيه؟ بنقسم ازاي الكلمه لمقاطع صوتيه in English؟ تعال نشوف. هنا مش شارح قوي، هو مديك بس example. بيقول لك هنا ال syllable is a part of word، جزء من الكلمه، that has one vowel and consonants before and after the vowel. هي جزء من الكلمه بيكون فيها vowel واحد او ممكن يكون اكتر من vowel، تمام، وبيكون قبليه وبعديه حروف صامته اللي هي بقيه الحروف الالفابات العاديه. طب ايه هي حروف الفاول؟ نراجع عليهم تاني، هي A E I O U، تمام. مدي لك الكلمات اللي هي has only one syllable زي screen mouse phone cat search، هنفهم كل ده دلوقتي في السلايد اللي بعده. مديك examples تانية على كلمات عندها two syllables زي tablet website keyboard research email. طب انا هقسمها ازاي؟ تعال نشوف. علشان نقدر نقسم الكلمه لسيلبلز لازم ابقى عارف اصلا ايه هي انواع الفاولز. يعني ايه انواع الفاولز؟ هو الفاولز له انواع؟ اه له انواع. انا عندي شورت فاولز وعندي لونج فاولز. عندي الفاولز بيبقى في وضع معين في الكلمه بيبقى صوته قصير، وفي وضع تاني في الكلمة بيكون صوته كبير أو طويل. نفهم أكتر. الشورت فاول هو ال الكلمة بيكون فيها فاول واحد بس وقبلها one أو two consonant وبعدها one أو two consonant. يعني maximum الكلمة كلها عبارة عن one vowel and two أو three consonant، تمام؟ يعني حرفين أو ثلاث حروف صامت اللي هي من احدى الحروف في الالفابت. زي ما بقول cat bat red bit fit crop، يبقى احنا كده خدنا example عن two consonant وخدنا example عن three consonant. طيب ايه هو الصوت الشورت ساوند بتاع ال vowels؟ احنا قلنا ال a الشورت ساوند بتاعها ا، ال e الشورت ساوند بتاعها ا، ال i الشورت ساوند بتاعها ا، ال o الشورت بتاعها أ، ال U الشورت بتاعها أ، تمام؟ طيب إيه هو اللونج؟ اللونج هو two vowels in a word، the first tells its name and the second keeps silent. يبقى حرفين أو two vowels في الكلمة، أيا كان بقى عدد الحروف الصامت قد إيه مش مهم، المهم إن هو فيه اتنين two vowels يا إما بيجوا ورا بعض أو بينهم حرف صامت، أوكي؟
اول فاول بنطق صوته زي اسمه، يعني اي، بديني ساوند الاي ساوند، اي ساوند، اي ساوند، او ساوند، واليو ساوند. اما الحرف الفاول الثاني بيفضل ساكت. ليه سايلنت؟ علشان هو وجوده في الكلمه نطق لي الفاول الاول وخلى صوته يبقى زي اسمه، ما يبقاش صوته قصير. زي ايه؟ زي ما كان عندي can Pepsi أو I can play، أنا قلت can، الإي ظهرت في اللعبة وفي آخر الكلمة وفضلت ساكتة، بس تخليت ساوند بتاع الـ A أ سوري ساوند بتاع الـ A أي، فبقت can، tape، kite، rope، boat، soup، soap، رين. يبقى اي تو باولز اما بيبقى بنطق الاولاني صوته زي اسمه، او ساعات في بعض الحروف لما بتيجي مع بعض صوتها بيديني حاجه تالته خالص مختلفه تماما، وده هناخده بس بعدين. تمام، فانت كده عرفت الفرق ما بين الشورت فاول واللونج فاولز. تعالى بقى نعرف انواع السيلبلز. syllable types، تمام، عندك ست انواع ما بيخرجوش براه. اول نوع بيسموه closed syllable which means ان الكلمه مكونه من short vowels، يعني الكلمه فيها قاطع بس المقطع بيبقى short vowel، يعني حرف consonant بسميه c وبعد كده ال vowel v وبعد كده consonant تاني تبقى c v c، زي rab ادي كده c v c، a قلتش a قلت a، بعد كده bit bit راب بت. طيب ازاي افرق ما بين الشورت واللونج تاني؟ مش بس طب هنا يمس الكلمه فيها تو باولز، اه بس ما بين التو باولز في كم حرف صامت؟ مور ذان وان. لو في اكتر من حرف يعني حرفين او ثلاثه او اكتر، ده بيجبرني ان اول جزء او اول بارت او اول مقطع في كلمه بنطقه شورت ساوند. تمام، بنطقه ايه؟ شورت ساوند. لذلك قسمت كلمة رابت، تمام، استخدمت استغليت الدبلينج بي اللي في النص اللي قسمني الكلمة لتو بارتس، فبقت راب بت. كده بقى عندي ايه؟ تو سيلبلز، عندي مقطعين صوتيين والاتنين شورت ساوند او كلوز سيلبل. خلاص؟ طيب اللي بعده قال لك اوبن سيلبل، يعني ايه؟ يعني كلمة فيها مقطع طويل، زي ما بقول هي شي، الفاول ما بيجي في الاخر يعني حرفه في فاول في الاخر بس لوحده كده، وان فاول والواحد في اخر الكلمه بقول صوته زي اسمه بيبقى لونج، زي هي وشي ووي، كل ده مقاطع صوتيه لونج فاول بس بسميه مقطع مفتوح open syllable. تمام، طيب النوع التالي بيقول لك في سي اي، يعني فاول وكونسنت وبعد كده بيجي بعد كده اي، زي كلمه كايت وكين وتيب. تمام، كل دي كلمات ماشيه على نفس الرايمنج بتاع في سي اي او على نفس الرول بتاعت الفي سي اي. تمام، هي تعتبر one of the long vowels، وفي نفس الوقت لو في كلمه فيها حرف صامت فاول حرف صامت واي مش اي حرف تاني، اي اللي هي الصامت اي في الاخر بسميه ماجيك اي، ده بيبقى مقطع لوحده. تمام، نيجي على الرول الرابعه بيسموها vowel team، زي ما شفنا قبل كده من احدى الكلمات اللي فيها two vowels ورا بعض، اي two vowels بيجوا ورا بعض دول بسميهم vowel team، فبيكونوا مقطع لوحده، يعني consonant two vowels وconsonant واقفل. تمام، زي مثلا كلمه coat هي مقطع واحد، كلمه واحده only one sound only one part، وبسميه close او sorry بسميه open open syllable. اوكي، open syllable بس ان تحت بند كلمة vowel team عشان فيها vowel team في النص. طيب في كلمة تانية زي tea cup، دي واخدة مقطعين وكل مقطع نوع، tea open syllable cup close syllable، واحدة long vowel والتانية short vowel. خدت بالك؟ tea لوحدها وبعد كده cup لوحدها. تمام، نخش على النوع الرابع which is حاجة اسمها R control. الحروف الفاول لما بتيجي مع الار صوتها بيختلف شويه،
وبعتبرها او باخد الكلمه بقطعها مع الار زي كلمه برجر. تمام برجر. تمام، فالار اليو ار قفلت او قطعت الكلمه، والاي ار قطعت كلمه، يبقى ده مقطع وده مقطع. خلاص عندي اخر حاجه خالص، which is ان الكلمه لو اخرها حرف صامت plus le في الاخر الكلمه خالص at the end of the word بيبقى كلهم مقطع، وبقيه الكلمه مقطع تاني او حسب بقى الكلمه طولها قد ايه. زي ما بقول كلمه بابل باب ادي مقطع، وكلوز لانه short vowel، بعد كده بال المقطع التاني. يبقى هم دول ال 6 syllable اللي انت محتاج ان انت تعرفهم: open close vce، وبعد كده ال vowel t ال r control وال c l e. وشكرا. هنا بقى جايب لك شوية كلمات، كل اللي انت مطلوب منك ان انت تقسم او تحط كل كلمة based على عدد المقاطع بتاعتها او الـ number of syllables. الكلمات اللي has the word that الـ words اللي have one syllable بتحطها في اول table، الـ words that have two syllables بتحطها في second table، واللي عندها three syllables بتحطها in the third table. انا هحل معاك بس اول pile او اول column من الـ words، وانت يبقى كمل الباقي لوحدك. ولو في اي questions او عندك اي استفسارات او في حاجه مش عارف تحلها، ابعت لي على الكومنت او ابعت لي مسج على الفيسبوك. انا سايبه لك لينك عندك برضو على الفيسبوك موجود عندك في الديسكربشن، ابعت لي بس على الماسنجر وانا هرد عليك على طول. تعالى نمسك اول كلمه، بيقول لك فون. انا هنا عندي البي اتش ده سايل ده كونسنت عادي، حروف من حروف الالفابت الصوامت، وبعد كده عندي في اللي هي الفاول كونسنت وسايلنت اي، يبقى ده كام عندي ده كده one of the السيلبس بتوعي. بس هل في اي vowels تانية؟ هل الكلمة فيها اكتر من parts علشان احطها في one او two او three syllables؟ هي دوبك one، يبقى هتتحط في one syllable. phone ما قسمتهاش اكتر من phone، هو part واحد اللي تحتها. internet internet in ادي اول مقطع، تر ادي تاني مقطع، net تالت مقطع، يبقى how many syllables؟ three. tablet tab let، والاثنين short vowels، الاثنين close syllables، تبقى ايه؟ two syllables. اللي بعده re open syllables، si open syllable، kill ال consonant plus le، تبقى ثلاثة syllables recycle. اخر حاجة sad one close syllable، تبقى ايه؟ one syllable وشكرا. الباقي زي ما اتفقنا نحل لوحدنا. هنا بيقول لك complete هتحط and او so او but. تمام، فبيقول لك number one she needed some information she used her computer. ركز كويس قوي، and بضيف معلومه على المعلومه اللي قبلها، so بدي باكد او بدي نتيجه للمعلومه الاولانيه. The sentence تاني she needed some information، احتاجت او محتاجه شويه معلومات، عملت ايه؟ she used her computer. يبقى الإجابة so، لذلك استخدمت الكمبيوتر بتاعها علشان تقدر تجيب المعلومات اللي هي محتاجاها. Number two they wanted to go to the park it was raining. مش معنى إن الجملة ما فيهاش negative فأنا مش هختار but، لا يا فندم، هو بالunderstanding أو بالmeaning بتاع السنتنس هيديك الإيحاء بإن السنتنس التانية مش هقول لك عكسها ولكن هي مضادها أو مختلفة، يعني بعارض السنتنس الاولانيه، يعني ما قدرتش احقق المعلومه اللي انا قلتها في الجزء الاول من السنتنس. They wanted to go to the park، كانوا عايزين يروحوا البارك بس it was raining، لكن كانت بتمطر but it was raining. Number three they had falafel salad for lunch. انا كده بضيف معلومه على معلومه وباكد two positive sentences او two positive informations تبقى and. They had falafel and salad for lunch. آخر واحدة أمل didn't know how to use her tablet. ما كانتش تعرف إزاي تستخدم التابلت. عملت إيه؟ She asked for help. يبقى ده معناه إيه؟ ما كانتش تعرف لذلك عملت إيه؟
طلبت المساعدة. So she asked for help. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا عد السيلبلز ويب سايت، يبقى how many syllables عندك؟ 2. اللي بعده recycle لسه حلينها. 3. search search، انا عندي هنا الاي اي دي اللي هم الفاول توجذر او الفاول تيم، تمام، ومفيش اي فاولز ثانيه، تبقى only one part، تبقى one sound. ماوس او يو دول مع بعض، والاي سايلنت في الاخر ما لهاش اي ساوند وما لهاش اي بارت ثاني ساوند، علشان اقسم ماوس تبقى only one syllable. نيجي لاخر اكسرسايز معانا، بيقول لك هنا برضه تشوز I wanted to make a phone call I used my cell phone، انا احتجت ان انا اعمل مكالمه تليفون فعملت ايه؟ I used my cell phone، لذلك I used my cell phone so I used my cell phone. He wanted to go to the park، كان عايز يروح للبارك، it was late، كان عايز يروح البارك بس الوقت كان متاخر، but it was late. She didn't know the answer، she asked her teacher، نفس السؤال اللي فات تبقى so she asked her teacher. I have cookies, milk for breakfast. تبقى بضيف معلومة على معلومة تبقى and milk for breakfast. They played well. They didn't win the match. لعبوا كويس بس ما كسبوش الماتش. But they didn't win the match. She did her homework. Helped her mom in the kitchen. عملت حاجتين. يبقى بضيف معلومة وكمان معلومة positive. تبقى and. I like reading. I asked my dad to buy me some stories. أنا بحب القراية فعملت إيه؟ لذلك سألت بابا أو طلبت من بابا إن هو يشتري لي قصص. So I asked my dad to buy me some stories. He is hungry. There is no food in the fridge. يبقى but there is no food in the fridge. She was sick. She went to the doctor. عيانة لذلك راحت للدكتور. So she went to the doctor. I talk to my friends. Play with them at school. And وبكده يكون خلصنا اليونت بتاعتنا، اشوفكم in a new video. ما تنساش لو حابب ان انت تتابع معانا الشغل، احنا مكملين مع بعض رابعة والسنة الجاية هنكمل كمان لحد خمسة، فلو حابب تكمل معانا وتعرف كل جديد ما تنساش بس تعمل كليك على سبسكرايب علشان يوصلك كل الابديتس. Thank you so much، اشوفكم in the next video. Bye bye.